العلم بحر ما يخلص والعلم ما يستغنى عنه. الموهبة إذا واحد صار عنده موهبة في العلم راح يتطور، راح يمشي للأعلى والأعلى. إذا كان عنده من يحفزه الموهبة تساعده، في أحد يدفع على الأمام راح يتطور. موهبة، لأن الموهبة يقدر يطور من نفسه ويقدر يمارسها فيكون شيء في المستقبل، غير الدراسة، لأن الدراسة مو أي أحد يقدر يستمر فيها ويكون أوكي فيه. الموهبة أن الشخص يدري أنه هو هاي الشيء بيكون له في المستقبل شيء يستفيد منه ويقدر يبني مستقبل فيه، أما الدراسة هو مو ضامن أنه في النهاية بيحصل شغل أو بيحصل شيء يناسبه. الموهبة تكون من الفطرة بس العلم يسقلها، وإذا كانت الموهبة وعلم يكون أفضل من علم فقط. كثير من العلماء ما اكتشفوا مواهبهم إلا بعد ما تعلموا. يكون يمارس نفس المهنة اللي عنده، ها يشتغل فيها وكذا، هاي يطور نفسه. حتى الموهبة كل شخص له موهبة. يمكن نقول العلم أهم من الموهبة، لأن الواحد يعني مع الوقت ياخذ مواهبه، يعني يقدر يعني يكتسب سكيلز ومهارات وكذا. هم يركزون على الدراسه، يعني يرون شنو هو درس ويرون شنو هاي كان يعني ماضيه شلون ناحيه الدراسه، لان الدراسه اللي يبونه مو الموهبه، الموهبه حق الشخص نفسه. والله الشركات تفضل عند الواسطه الان صراحة، يعني الواسطة هي اللي ما أخذ المكان، يعني مو مخلي المجال لا العلم ولا الموهبة.